من اسطنبول ينضم إلينا مراسل غد علام صبيحات. علام، ما هي الإشكالية التي يمكن أن تنتج عن هكذا قرار البت بقرار تحويل آيا صوفيا من متحف إلى مسجد؟ نعم، بداية دعينا نقول إن هذا القرار صدر قبل دقائق فقط من الآن، وهو قرار كان منتظر من كل الأطراف هنا في تركيا من قبل المحكمة الإدارية العليا، أعلى محكمة إدارية هنا في البلاد. أصدرت القرار قبل دقائق ويقضي بإلغاء القرار الذي صدر من الحكومة التركية التي كان يترأسها مصطفى كمال أتاتورك في العام 1934، والذي كان في ذلك الحين قرارا بتحويل المسجد كمسجد متحف آيا صوفيا، يعني مكان آيا صوفيا كان مسجدا وتم تحويله إلى متحف. اليوم ألغي ذلك القرار، بمعنى أن القرار اليوم سيفتح الطريق أمام تحويل متحف آيا صوفيا الشهير هنا في اسطنبول إلى مسجد مرة أخرى، وهو القرار الذي يواجه بانتقادات كبيرة على المستوى الدولي وعلى المستوى الداخلي أيضا. على المستوى الدولي هناك مطالبات كانت تحديدا من الولايات المتحدة الأمريكية ومن الجانب اليوناني ومن فرنسا ومن روسيا أيضا ومن بعض الكنائس المسيحية بعدم تحويل المكان يعني كمكان إلى مسجد والإبقاء على وضعه القائم كمتحف من أجل أن يكون متاحا لمختلف الطوائف ومختلف الأديان. اليوم طبعا في الداخل التركي أيضا هناك يعني جدل داخلي في هذا الإطار. المعارضة التركية من جانبها تقول إن رغبة الحزب الحاكم والحكومة في تحويل المكان إلى مسجد جاءت انطلاقا من أولا رغبته في تحويل الأجندة أو الحديث العام في تركيا إلى هذا الملف، يعني بعيدا عن المشاكل الأخرى وتحديدا المشاكل الاقتصادية، وثانيا ترى المعارضة أن هذا الملف يستخدم كملف يعني سياسي، يعني كورقة انتخابية أيضا من قبل الحزب الحاكم. هذا هو موقف المعارضة تحديدا، بينما على الطرف الآخر الحزب الحاكم وأنصاره يرون بأن هذا المكان هو مكان يعني في تركيا ويخضع للسيادة التركية وأنه كان مسجدا لمدة طويلة، وبالتالي من حق الأتراك أن يطالبوا مرة أخرى بإعادته كمسجد. عمليا الآن تم تحويل الملف إلى إدارة شؤون الأوقاف هنا في تركيا، والتي ستبدأ عمليا منذ الآن بعملية تحويله إلى مسجد بشكل تدريجي، ومن المتوقع إلى حد كبير أن تتم العملية بشكل سريع جدا قبل 15 من الشهر الجاري، وهو موعد المحاولة الانقلابية الفاشلة من أجل أن يكون هذا يعني كإنجاز. يعني هذا الرفض لهذا القرار علام ليس فقط من قبل المعارضة الداخلية التركية، وإنما أيضا أثار قلق دولي. ما هي أكثر الدول التي اعترضت على هكذا مشروع أو هكذا قرار؟ بالفعل يارا، دعينا طبعا نبدأ بالموقف الأمريكي. وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو كان قد طالب الجانب التركي بعدم تحويل المكان إلى مسجد والإبقاء على وضعيته كما هي كمتحف من جهة، ووزارة الخارجية الأمريكية أيضا طالبت الجانب التركي في نفس السياق بنفس المطلب، والجانب اليوناني تحديدا أيضا كانت له ردة فعل مشابهة تماما للموقف الأمريكي، وطالبت الجانب التركي بعدم تحويل المكان إلى مسجد والإبقاء على وضعه كمتحف، خاصة وأخذا بالاعتبار أن هذا المكان تحديدا يعني هو يحمل رمزية خاصة للجانب اليوناني على وجه التحديد، يعني إذا ما عدنا للمعطيات التاريخية والدولة البيزنطية في التاريخ الذي كان في المدينة هنا، وبالتالي هذان الجانبان هما أبرز من وجه انتقادات تحديدا، إضافة إلى أن منظمة اليونسكو أيضا كانت قد وجهت عدة رسائل للجانب التركي تطالب فيها بتوضيحات وبعدم تغيير الواقع لهذا المكان كمتحف، أخذا بالاعتبار أنه مدرج في قوائمها كمكان أثري وتاريخي، وبالتالي تقول اليونسكو أنه يتعين على الجانب التركي أن يقوم بالتنسيق الكامل أيضا مع اليونسكو، بالإضافة إلى يعني بعض رجال الدين والكنائس المسيحية الأرثوذكسية تحديدا التي أيضا انتقدت المساعي التي كانت في الفترة الماضية من قبل الحكومة التركية والحزب الحاكم لتحويل المكان إلى مسجد. وكل هذه الانتقادات مصدرها إما أن هذا المكان هو مكان يعني إرث إنساني ولا يجب المساس بواقعه الحالي أولا، وثانيا هناك يعني أسباب تاريخية كثيرة لهذه المواقف التي تنتقد الموقف الرسمي التركي، ولكن على الجانب الآخر كانت تركيا أو الجانب الرسمي التركي على الأقل الحكومة والحزب الحاكم مصران على موقفهما بالقول إن هذا المكان هو يخضع للسيادة التركية وإنه سيتم تحويله إلى مسجد إذا ما طالب الشعب التركي
بهذا الأمر بشكل واضح. شكرا جزيلا لك علام صبيحات مراسلنا من اسطنبول.